اهلا وسهلا فيكم بسؤال على الماشي. ضيفنا اليوم في يا مان خالي خالي ابو النور ابن اختي نحن من دومه. خال انت اليوم بتفضل التلفزيون او المسرح كنت ولهلا شو بتفضل؟ هلا هذا له طعمه وهذا له طعمه، يعني هذا له شكل وهذا له شكل، بس انا لا شك يعني حدا بفضل المسرح، يعني بعرف بعرف منيح هذا المضمار خوض فيه وامشي فيه، بالتالي هي ورساله المسرح بالنسبه لي انا دائما بقولها. يعني انت قلت لي 5 دقائق نحن معنا فضفه، قد ما بدك معك وقت مفتوح. تلفزيون سابقا مثل كنا بسوريا في نص بيعطيك اياه بيقول لك اطلع قره بالضبط اطلع قوله. المسرح انت بتكتب نصك وانت بتعمل نصك، وبالتالي انت حر تقول افكارك. طبعا عم بحكي انا ما قبل الثوره في لاي الحدود اللي انت بتحاول قدر المستطاع هيك تدفش هذا السقف السقف الرقابه قدر المستطاع، الخط الاحمر تقرب عليه قدر المستطاع. بعد الثوره صار في انك انت يعني ما بعرف اذا شفت مسرحي انا يعني قاطع الخطوط الحمر وبشاكس وبعمل مشاكل، وهذا هذا هو سر المسرح، لهيك انا بميل لهون اكثر. عندك هلا مسرحيات يمكن بدك تعرضها حتى باسطنبول، عرضت سابقا قبل كم يوم بالمانيا. كيف كانت رده الفعل الناس؟ خصوصا انه هن سابقا ما متعودين يحضروا مسرح بهذا السقف العالي اللي مرفوع، او حتى خليني اقول ما في سقف، الحريه اللي فيه مثلا انت كل شيء عم تفكر فيه عم تقوله. هلا هذا خطير، هذا خطير بلحظه من اللحظات، يعني يعني انت عم تواجه هذا الجمهور بصدمة. يعني خليني اقول لك اياها، الجمهور اجى على سواء ببروكسل سواء ببرلين، اجى الجمهور جمهورنا السوري الحلو وحبيباتي اجوا بنفس انه هذا نوار بالبول الممثل مع باب الحارة اللي مع الثورة واللي لسانه فلته هيك اذا صح التعبير، فهن ما عرفاني شو الخطوة اللي بعدها. فوين الصدمة؟ هي كانت بالعرض والسقف اللي ارتفع بالعرض. طبعا انا ما عم بتجنى، انا عم بحكي واقع معاش ما قبل الثورة وما بعد الثورة، وبالتالي كان السقف كتير عالي. يعني بمعنى في احد الاصدقاء قال لي ما بعرف امتى بدك توصل لعندي، انا عم بحكي بالمسرحية لانه انا ما خليت حدا، يعني ما خليت حدا ما استهدفته، واستهداف محق وليس تبلي قصدي. تماما عرفت شو؟ ناس كتير قالوا لي انه انت عم تحكي بلساننا، وهذا انا هذا يثلج قلبي مثل ما بيقولوا حقيقة، انه عن جد انت اليوم قديش عندك القدرة كفنان انك تحكي بلسان هذا الشارع، تلمس هذا الشارع، تحس بهيك بجسمه، تحس بريحة عرقه، تحس بنفسه، تلامسه بكل جوارحه آلامه ومعاناته. هذا منتهى أحلامي اليوم حقيقة، أني ضل أنا التوازي مع الشارع، هذا كتير مهم اليوم. للأسف ما بعرف قديش أصدقائنا وزملائنا وأحبائنا عم بيقدروا يلامسوا هذا الشيء ولا لا، أنا بحاول قدر المستطاع أنه عن جد ضل هذا النبض موجود. 31 آب عندنا مسرحية باسطنبول، 31 آب عندنا مسرحية باسطنبول. إيه طيب. إيجاليتي مساواة. طيب السؤال الأخير اليوم أنت هيك نشوفكم نتخانق هيك سوا. اليوم أنت آخر مسلسل مثلته يمكن من 14 سنة 15 سنة، يعني في فعليا جيل جيل كامل طلع. اليوم لما نزلت أنت على الريحانية على غازي عنتاب على أنطاكيا شفنا أطفال صغيرة عم تركض لعندك عم تقول لك نوار أستاذ نوار، قديش هذا الشيء انت يعني خلاك تعمل انه كيف عرفوني؟ تماما، يعني هو هذا السؤال الجد اللي بيطرح نفسه، انه يعني من 13 سنه 14 ما في غير تجربه ابتسم ايها الجنرال اللي كثير عزيزي على قلبي، انه واكيد ما عرفوني من وراء هي التجربه. معناها جهاد مهندس جهاد. فشو هو السبب؟ ما بعرف شو هذا السر، ما بعرف. انا بقول لك السر انك حر، ما بيكفي تكون حر لحتى يعرفوك. شكرا لك ابو النور، الله يعطيك الف عافيه. هذا يدبكينا هذا بدي اتشكرك بنهايه هاي الحلقه، ولاقونا بفقره جديده من سؤال على الماشي مع ضيف عزيز على قلبنا مثل ابو النور. شكرا، سلام أرزي.